الشيخ هذا سائل يقول: هناك رجل طعن في السن وليس عنده عمل يكتسب منه، فأصبح يتخذ الرقية والحجامة مصدر رزق له، وجعل من بيته مكانا يأتي الناس إليه، فما حكم ذلك؟ إذا كان يحسن الرقية على الطريقة الشرعية فلا مانع، إذا كان يحسن الرقية على الطريقة الشرعية ولا يأتي بخرافات أو بأشياء من الكتب الضلال، لأن فيه كتب ضلال فيها أشياء كثيرة من الشركيات ومن الأشياء المجهولة والتمتمات. نعم، وكونه يستغني عن ذلك أحسن له. نعم.